السلام عليكم خوتي، كنتمنى انكم تسديو النصائح ديال الدوله، لقاش هاد الوباء هذا ما بقاش عادي، ما بقاش انه يصافي حالة عادية، لقاش دابا راه الدول العظمى انها كتعاني منه، ما بقاش عادي الخوت، كلشي نتمنوا ان كلشي يبقى في الدار، حتى الدولة تقدر تساعدنا انها باش تعطينا شي وسيلة، اللي ما عندوش الواي فاي، اللي ما عندوش باش يدير كونيكسيون، انه تعاونوا باش دير كونيكسيون، لقاش المراجعة ديالها، ونتمنوا انه هاد الوباء هذا ما يبقاش، وكنتمنوا انه الا كان شي واحد ديال السلام هي قولها له كاين اللي حنا دابا حنا مولفين حنايا السلام ديالنا عاديا نسلموا بعضياتنا وكذا شي منا، كاين اللي الناس اللي كتقولوا السلام ما كيبغيش كهذا، ولكن داك تضحك له في وجهه باش انه عادي باش هو يتولفها السلام بالفم كاع، السلام السلام صافي يا، بلا ما تخرف فيه بلا ما والو، السلام الله يعاون الله يعاون. بغينا منهم هاد 15 يوم يبقاو في ديارهم المينيمو، يعني باش الوباء يعني ما يزيدش ينتشر، حقاش يعني في دول عظمى وسبب لهم خسائر كبيره، عاد حنا يعني المغرب اللي كان نفتقدوا يعني بزاف ديال الصوالح، يعني ما قدوش يعني الاحسن من خير يبقى في الدار، يبقى في الدار نتاعهم، ونصيحه كلها ويبقى في دارهم منها باش نجنبوا هذا الوباء، لحقاش بعد الدوله ديالنا كما قال خونا الاخر يعني ما عندهاش تجهيزات اللي غادي تقدر باش يعني تقافي على هاد الوباء هذا، كما قال سعد الدين العثماني راه كاين 250 سرير، يعني ما مكتافينش حنايا، ومع 40 مليون نسمه تخيل غير الثلث ديالها غادي تصاب ولا الربع ولا يعني فين غادي يكون. وننصحوكم اخوتي تبقاو في ديوركم وما تخرجوش. كورونا يعني كما نقولوا دار الضجه ديالها، ما نقولوا ننصحكم يعني اخوتي يعني هاد 14 يوم على الاقل 15 يوم كاع بحال هكا حتى واحد ما يخرج من دارهم، على الاقل بعدا نتفاداو كما نقولوا الوقايه خير من العلاج. جلس في دارو كنجوغ ديجا الاحتياط واجب خويا، واش غادي نقول لك، الانسان يحاول ما يخرج الا للضروره، هذا الشيء ما فيش اللعب فريمون، يعني هادشي ما فيش اللعب، والله الله يحفظنا والله يسرنا، نتمنى بنادم يوعى شويه ويتحضر في عقلو، لا بليباغ راه داير هادشي بحال مهزله ماشي لعب، يعني بنادم ما عطيش قيمه لهذا المرض، فريمون المرض كاين، الناس حالات ديال الالوفات اللي راها تمرض، كان جوغ ولا شهر ولا كاع، وشنو فيها بنادم الا جلس في داره، واش غادي يخسر؟ ما يخسر والو، الاحتياط واجب، هادشي المصلحه ديالنا، فريمون المصلحه ديالنا، نحاول الانسان ما يخرجش الا ما كانش عنده شي ضروره انه يقضيها، يحاول يتجنب الناس، ما يسلمش عليهم، ماشي بالضروره الا الاخر يبقى خاطره ولا الاخر ما يبقاش خاطره ولا فوالا، يعني الانسان يحمي راسه خويا، والله يحفظنا الله يسرنا، هادشي اللي غنقول لك.